احتمل وصول القادة الأفارقة إلى مقر انعقاد القمة السعودية الأفريقية التي تعقد في الرياض والتي ستنطلق بعد قليل، حيث وصل الرئيس الإريتري ووزير خارجية الكونغو ورئيس زيمبابوي وممثل رئيس زيمبابوي ورئيس جمهورية الرأس الأخضر ورئيس الصومال ورئيس وزراء النيجر ورئيس غينيا بيساو ورئيس بوتسوانا ورئيس موريشيوس، كما وصل رئيس وزراء تنزانيا ورئيس رواندا ورئيس الحكومة المغربية ورئيس دولة ساو تومي وبرينسيب وكذلك رئيس الدولة التنزانية ورئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس المرحلة الانتقالية في الجابون ورئيس المجلس السيادي في السودان ورئيس جمهورية القمر المتحدة ورئيس غامبيا ورئيس موريتانيا ورئيس غينيا الاستوائية ورئيس المجلس العسكري في غينيا ورئيس جنوب السودان ورئيس الوزراء الأثيوبي ورئيس ساحل العاج والرئيس الجيبوتي ورئيس توغو ورئيس سيراليون ورئيس دولة الموزمبيق. كل هؤلاء الرؤساء والزعماء وصلوا قبل قليل وخلال هذه الساعة، واكتمل وصولهم إلى مقر انعقاد القمة السعودية الأفريقية التي ستنطلق بعد قليل في الرياض.